هو هذا اللقاء حول رواية باغاندا، هذه الرواية التي تتناول كرة القدم والسياق الاجتماعي والسياسي، يعني كرة القدم ليست لعبة فقط على الميدان وإنما هي حواشي الميدان وخارج الميدان بمناسبة كأس العالم الآن، وللنظر في العلاقة بين الرواية وهذه اللعبة الشعبية، هذا الدين الجديد في الحقيقة بحسب الملايين الذين يتابعون كرة القدم. وهي دعوة كريمة من بيت الرواية للتداول في رواية باغاندا ومن خلالها في هذه العلاقة الإشكالية بين الرواية وكرة قدم. تعرفون أن أغلب المثقفين يحتقرون مثل هذه الألعاب وخاصة لعبة القدم، كرة القدم، لأسباب سياسية وأسباب أخرى عديدة، ولكن هناك أيضا الكثير من المثقفين والأدباء الذين تعجبهم هذه اللعبة، ومنهم أنا، لذلك كتبت عنها هذه الرواية.